السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدي بيم أريبيا لكل السادة الدكاترة والمعيدين أو أي حد بيتقن حاجة وبيشرحها، إن هو يعمل فيديو قصير 10 دقايق. في خلال 10 دقايق دول الفيديو هيبقى اسمه ليه بعشقها. في خلال 10 دقايق دول يقول لنا ليه بيحب الحاجة ديت، ليه بيعشقها، إيه اللي حبه فيها، ويحببنا إحنا كمان في الحاجة ديت. يعني ممكن واحد يكون بيعشق مثلا العمارة، في واحد بيشرح بيحب الإنشائي، في حد مثلا بيحب الكهرباء، بيحب الميكانيكا، في حد مثلا بيحب مادة فيزياء، في حد بيحب مثلا الرسم. ففيديو بسيط جدا يحببنا في الحاجة ديت. بتحب التاريخ أو الآثار الفرعونية أو الآثار الإغريقية أو أي حاجة، تعمل لنا فيديو 10 دقايق تشرح لنا أنت بتحبها ليه، وتخلينا إحنا كمان نحب الحاجة ديت ونخش نتنافس فيها. مثلا حد بيحب عمارة التين بتاعت حسن فتحي، يحببنا فيها وخلينا ندور فيها ونشغل وقتنا بحاجة مفيدة وحاجة علمية إن شاء الله. طبعا في أبيات كتير جدا في موضوع العشق دوت، هناخد منه اللي هي وللناس فيما عشقونا مذاهبه. في طبعا أشهر واحد قالها اللي هو أبي فراس الحمداني، عامل بيقول بيت ومن مذهبي حب الديار الأهلية وللناس فيما يعشقون مذاهبه. وفي المفتي فتح الله بيقول ولي مذهب في من عشقت مهذبه وللناس فيما يعشقون مذاهبه. وفي جعفر الحلي بيقول لك مذهب حب الكفاح وإنما للناس فيما يعشقون مذاهبه. وحمدون بن الحاج بيقول للناس فيما يعشقون مذاهبه وحكمة ربي في اختلاف المذاهبه. وعمر رفعي بيقول للناس فيما يعشقون مذاهبه شتى ولكن حب طه مذهبي. وعيسى بن شجاع بيقول كذلك عشقت العلم والجود والتقى وللناس فيما يعشقون مذاهبه. وفي برضو مرعي بن يوسف كان بيقول اقلد فتواه واعشق قوله وللناس فيما يعشقون مذاهبه. وفي برضو احمد بن شاكر الحمد بيقول اتخذت هواه دون قومي مذهبي وللناس فيما يعشقون مذاهبه. فهو تحدي ببساطة، فيديو هيبقى عنوانه ليه بعشقها، وخلينا نعشق الحاجة الجميلة اللي انت بتحبها. مثلا حاجة انت بتدرسها وبتشرحها وممتاز فيها وقوية، مثلا واحد بيحب الاستدامة يخلينا نحبها احنا كمان، واحد بيحب ادارة المشاريع وواحد تاني شاف ان ادارة المشاريع دي ملهاش لازمة او غلسة او رخمة، فلما يسمع الفيديو ده يبدأ يحب الحاجة دي ويبذل وقته فيها وينضم لقوافل العشاق للحاجة العلمية دي ان شاء الله. وبعد ما تعمل كده اعمل تاج لخمس سادة افاضل من الدكاترة او المعيدين او حد بيشرح حاجة يقول لنا هو ليه بيحب الحاجة ديت ويخلينا نحب فيها. انا ان شاء الله برضو اعمل تاج لبعض الناس الافاضل. تحدي في الخير ان شاء الله.